من ضمن الأسئلة، أنا لسه بادئ دروس السنة دي وما جاليش غير 3 أطفال فقط وحاسس بإحباط رهيب، هل ده طبيعي؟ مفيش إحباط ولا حاجة، هي كلها أرزاق والرزق على الله، وأنت لو فكرت بيها بالطريقة دي هتبقى بالنسبة لك ألطف. أنا وجهة نظري لو الثلاثة دول أنت اجتهدت معاهم وحولت مستوى من المستوى بتاعهم إلى مستوى أفضل بكتير، هيكون السبب إن غيرهم هيجي عشان شافوا الفرق في زمايلهم. وكتير جدا على فكرة لما تيجي تعمل ده، وده شفناه كتير، بتلاقي انك اجتهدت مع الراجل ده فتبدا تسمع، وهذا اللي دايما بنقول للناس. انا لو رحت اشتريت من بياع مثلا، لقيت بياع شاطر على فكره، الحق ده الراجل ده بيبيع على فكره زي الفل وشغله كويس، الماركتنج ده والتسويق ده هو اهم ماركتنج. ولا ننسى طبعا انك تعمل بروشور، ولا ننسى انك تعمل واتساب وتعمل عروض واجذب الناس عشان تجد ان شاء الله فرصه عمل. ولكن اجتهد وقول يا رب، وقول يا بص على فكره ده كويس انك بدات بثلاثه، ولكن بيهم ان شاء الله تكبر وهكذا. على فكره المدرسين اللي تلاقيهم عندهم ناس كتيره بدأوها بكده واحده ورا التانيه، وطلع حاجه لله وهتلاقي الدنيا ماشيه باذن الله تعالى.